غير متهكم ولا ساخر، لا مزاح عند بداية خطابه ولا خلاله ولا عند الانتهاء منه. على غير عادته بدا الوزير الأول عبد الملك سلال حازما متأثرا ومدركا لحقيقة وضع البلاد في الأشهر الأخيرة والتي تأثرت فعلا بتراجع أسعار المحروقات. نحن لابد ندخل في مرحلة جديدة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطني. نحن في منعرج تاريخي بالنسبة لتطوير البلاد. خطاب سلال غلب عليه الطابع الاقتصادي المحض، وبدا كمنظر وفاهم لما تواجهه البلاد. تحدث في السيارات وتحدث كاختصاصي في أدوية مرضى السرطان. موليكيول دو ريشار اللي وهذا البروفيسور زيتوني اللي راهو يرأس شخصيا ملف مرض السرطان أكدها بقوة، فيه استيراد من حين إلى آخر نتاع أدوية لسعر تاعها مرتفع، ممكن جدوى تاعها ناقصة. فالحيلة بالنسبة للاقتصاد الوطني حان الوقت نحبسوها. السياسة العامة لسوناطراك لن تكون من صلاحية مدير عام سوناطراك، والقرارات السياسية ستكون من مهام الوزير. الشركات الاقتصادية حان الوقت كذلك أن تكون لهم حرية التسيير وحرية القرار التقني، قرار سياسي مش تاعهم مولشي. صفحة جديدة يفتحها سلال في تعامله مع الوضع الراهن، وضع يؤكد أن الجزائر بحاجة لتصحيح لسياسة تسيير البلاد بعيدا عن التنظير وأسلوب التطمين بأن الجزائر لا تزال بخير.